الحمد لله والفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيزه المبسوط الدرر الغرر به الهدايا ومنه البدايا وإليه النهايا بحمده الوقايا ونقاية الدرايا وعين العناية. وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البخر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق ودبين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيداح الإصلاح ونور الإيداح وكشف المزمنات وحل المشكلات ودر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنزاهر مغني السائلين ونساب المساكين الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم 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 ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء جامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين